يعني انت ممكن تشوف انت قلت عايشت منتخبات او عايشت الكلام ده في منتخب مصر، في لعيب بيتاثر؟ طبعا. طب لما بيتاثر بيقول ايه؟ او انتوا بتشوفوا شكله عامل ازاي؟ انا بقول لك في لعيب في في الجابون في معسكر الجابون واقسم بالله ما اتعشى من كتر الانتقادات. كان في ماتش هو اداه بشكل انا شايف ان هو بشكل مش هو وده طبيعي في الكوره، انتقادات انتقادات غير طبيعيه، لازم يبطل وما يروحش منتخب تاني. وتعلق بعد كده؟ طبعا اتعلق، ما هو موجود في المنتخب دلوقتي. طب كمين ما خلاص ما دام تعلق بعد كده يعني في ماتش في تريزيجيه كان تريزيجيه. كان مؤدي بشكل وحش جدا، ابتدى ان هو كمان يتاثر نفسيا وده غلط. انت النهارده في لعيب ممكن يتاثر نفسيا لو هو لعيب سنه صغير او لعيب لسه شخصيته مش زي محمد صلاح. يعني محمد صلاح مهما الناس تنتقده مش فارق معاه، في لعيب تاني ياخد النقد، تلاقي والدته بتكلمه، تلاقي والده بيكلمه معلش يا حبيبي، تلاقي اخواته بيكلموه، يبتدي يتاثر من ناحيه الملعب. فدي مشكله كبيره جدا، عشان كده ده وقت ان احنا لازم كلنا نبقى موجودين حوالين منتخب مصر. انت قلت دلوقتي كلام في منتهى الاهميه، احيانا الناس وهي بتنتقد بتفتكر ان هي بتنتقد جبال. لا طبعا، يعني لو انت هتفضل تقطع فيه وتجرح فيه لا طبعا هو مش هيحس بحاجه. لا طبعا، فانت دلوقتي بتحكي تفاصيل مهمه جدا من لاعب كوره كمان عاشر لعيبه المنتخب، فانت بتقولي في لعيبه ما بتتعشاش، في لعيبه بتتواسى من اهاليها. طبعا، وده نتيجته ايه بقى في الاخر؟ ان هو ممكن بعد كده يفقدوا التركيز او في الاخر احنا بشر. طبعا احنا بشر، احنا كلنا بنتأثر في مجال فن، في مجال اي، في رياضه، في اي مجال الناس قاعده تنتقد في انتقاد. لكن في الكوره الانتقاد مبالغ فيه. النهارده يعني احنا مثلا جايين النهارده نتكلم على ماتش المغرب، وجايين نتكلم على ماتش كوت ديفوار، جايين نتكلم على منتخب مصر بشكل عام. صح. احنا بنقيم اللعيب في الماتشات دي، مش بنقيمه بشكل عام. ايوه، ما ينفعش تقول اللعيب ده ما ينفعش اصلا. لا طبعا، لا ده في ناس بتقول لك اللعيب ده ما ينفعش اصلا. يعني ايه لعيب ما ينفعش؟ ممكن تقول اصلا البطوله كلها ما اداش كويس، ممكن تقول الماتش ده ما اداش كويس، لكن تقول لي لعيب لا يصلح للعب كره القدم، لعيب ما يلعبش في نادي. برافو عليك. ايه؟